اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه الخامسه من الوك ثرو لجاد فور راجناروك. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه فهمنا قصه تير، لقينا سندري، فبدنا نروح على البيت تاع سندري اللي هو راح يكون سيف زون تاعتنا. سيرفايفنج فيمبل وينتر اول كويست خلصناه، هلا بدنا نبلش اللي بعده. After that Thor incident, we thought we should make up some runes till you can figure out your next moves. Nearly there. زي ما حكيت قبل هيك، في عنا سندري وبروك، هم دوارفز، هم أقزام، هم البلاك سميث تاعونا اللي بيعملوا أبجريد للويبونز، بيعملوا بعطونا الأبجريد تبع أي إشي رح نحتاجه. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. And you really can't beat the view if you're into shimmering gray voids. هاي الشجرة. We have a plan to talk to you. لباث هلا عنا هذا الكوست. هاي الشجرة اسمها إيجدراسيل. إيجدراسيل بالنسبة للبايكنجز أو النورس ميثودولوجي هي شجرة العالم. من هاي الشجرة بتوزع وطلع منها التسع عوالم الموجودين في الميث تاعتهم. فاسمها إيجدراسيل. سندري عامل البيت فيه. بتاعه فيه في الشجرة. You're not going to wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there, the kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue. نروح على سفارتلهايم، مدينة الدوارف. What? It's okay. I told him everything. Everything. You waited my son disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Jaban, Sindri. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh, the Huldra brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Not so fast. How'd that get in here? What the hell is it anyway? That is my son. Well, what in all yarns me the happened to him? He's too damn tall now. Looks like that. I blame you. Now come on then, let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. بروك من الشخصيات الجميلة في الجيم. الشخصيات المضحكة. برش نعمل سكيب. Let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Okay. هلا نصير نحكي موضوع ال weapons. هنفتح الupgrade من هون. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Well, I'll see what I can do. راح يصلح لنا الشيء بتاعنا. How about I fix you up with something to get you by? اوكي. شيلد، هلا في عنا نوعين من الشيلد. ستون وول شيلد، هذا بيور ديفنس، ما بيعمل باري. عندك دونتلس شيلد، هذا برضو طبعا شيلد كلها ديفنس، بس الفكرة بتختلف في الابيليتي تاعته. هذا بيعمل بلوك للدمج، ما بيكسر البوستشر تاعك. دونتلس هذا في عنده بيعمل باري، في عنده سبيشال ابيليتي. خلينا نحكي فكرافتابل. هلا هم توتال شيلدز هم 6 اعتقد في الجيم. انت ات سام بوينت حتقدر تعمل كرافت لهم كلهم. حاليا ما بكلفوك اشي. انا راح اروح مع دونتلس شيلد عشان البلاي ستايل يعتمد على الباري. هلا هذا راح يصير يكلفك ماتيريال اللي هي اشي اسمه سلاج ديبوزيت. هاي بناخذها بس تقتل ناس. ارمر كومبانيون ارمر.
بإمكانك تجيب أرمر للكومباني اللي معاك في هاي الحالة أتريوس، تعمل له كرافت لابسه أرمر بدل الأواعي اللي لابسها. طبعا هذا بس عبارة عن شكل، الأرمر للمرافق تاعك في الغالب بكون شكل مش أي إشي تاني. أوكي، إحنا هون أوريدي لابسين أقوى واحد زي ما شايفين، بإمكاننا نعمل له أبجريد. هلا لأي واحد تعمل أبجريد الموضوع بيرجع لك. انا بالاخير بعمل ابجريد للستاتس تاعته اقوى، اللي هو سترينث اعلى ديفنس اعلى زائد البيرك تاعته. يعني هاد كومبو فينيشرز هاف ا هاي لك تشانس تو انكريز كريتو سترينث، هاد بزيد دامجك بزيد الستاجر ريزيستنس تاعتك. اوكي، مثلا هاد لو بدك تطوره هذا يعتمد على الديفنس اكثر. اوكي، فبصير البلوك والباريز تاعونك ممكن يعملوا بف للنيكست اتاك، هذا ما في عليه اي شيء. طبعا واحدة من الشغلات اللي اذا بدك تشتغل بس على الشكل، انت كل ما تطور اللبس اللي انت لابسها بتغير شكلها. اوكي، فهي شكلين. فبالمبدأ انا راح اشتغل بهذا لحتى ناخذ غيره، فاعمل له ابجريد ما في مشكلة. نفس الاشي على الويست، انا ايش اسمه اللي لابسه هون، بدارز بولدرون. فهون طبعا في كل لبسة في منها طقم كامل. اوكي، بس للمعلومات حاليا البس اقوى شيء اللي بقوي لك الديفنس واللي بقوي لك السترينث تاعك. كويب. اوكي، بالنسبه للويبونز في عنا ابجريد واحد في ايتم اللي هي فروزن فليم، هاي اخذناها احنا بالزمانات، اخذناها خلال الجيم اعتقد بعد ما قتلنا الثور اخذناها. فهذا دائما اعمله ابجريد لانه هي دائما انت بتحتاج فروزن فليم، فاول ما تجيبها اعمل ابجريد للويبون لانه ما راح تحتاج خيرها. اوكي، وكل مره بتلاقي فيها هذول الاثنين او الوركشوب تاعتهم بكون في جنبه صندوق. هذا الصندوق لو انت قتلت اشياء وما اخذت اللوت تاعها راح تلاقيهم هون، فهذا دائما راح يكونوا موجودين. اوكي، هلا هون عندنا الكويست توك تو سندري. وين سندري؟ ايوه هون. اخذنا ارمر بريست اللي هو هاد، بس زي ما شايفين هلا ليش هذا اضعف، لانه هاد ليفل 2 هاد ليفل 1. اوكي، بس تطلع البيرك تاعته نفس تاعت هاي نفسها. اوكي، فالموضوع برجع لك اي واحدك تلبس حاليا. ليتر اون لما يصير ناخذ شغلات ثانيه راح احكي لكم شو افضل شيء ممكن تلبسه. هلا موضوع الفاست ترافل انعمله بلوك بسبب الفيبل وينتر اللي هو التلج اللي صار هذا، فبدنا نلاقي طريقة تانية عشان نعمل عشان نرجع نشغلها. Who's Darlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Yep. Rebel leader? Darlin? Coming home, bro. All right. See you out there, Sindri. You hear that? بدنا نروح على المدينة تاعت الدورز. We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So I... Do I control this thing somehow then? Oh no, 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 no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh! Oh, Cindy, you starting bastard! بدنا نحاول نشغل التليبورت مرة أخرى. Open! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. يا هون للأسف شغلات مش كتير مهمة بس ما بنقدرش نعمل لها سكيب. بس اللي بيلعب الجيم اول مره يتبع معاهم شو بيحكوا الموضوع صراحه فني.
Come on, hurry! I'm coming, I'm coming! Crosswalk of Edge, man! What was that for? You'll see soon enough. Just... there! That should do it! هيك فتح لنا الناين ريلز تاعون المنطقه انا هاي موسفل هاي اسغارد كلهم فتحوا لنا هلا ترجع تاخذ ممير the bifrost is broken now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds You won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out. But first, come on, let me show you how it works. السيد اللي كانت معانا هاي كنا مستخدمها زي لوكس لمبة بالأماكن العتمة فحاليا تكسرت فبعدين رح يعطينا واحد تاني. هلا من هون هذا الفاست ترافل عندك كل الوردز. يوتنهايم، أسغارد، ألفهايم، بانهايم، نيفلهايم، هيلهايم، موسفلهايم. اوكي؟ وهون بتروح على ميدغارد. فالفكرة حاليا ما بنقدر نروح لها لأنه ستوري ريليتد، بعدين بس تخلص الجيم راح تقدر تروح، فمن هون تعمل ترافل. بلش رحلتنا بأرض ليد وورز. هلا بشكل عام شو قصة ليد وورز مع أودن؟ أودن زي اللي وقع عقد مع الليد وورز إنه يكونوا كانوا يحاولوا يخونوه هم فعليا يقلبوا عليه يعملوا عليه ريبليون فبس فشل هذا الانقلاب على اودن حكى لهم اذا ما بدكم اقتلكم بدكم تصيروا خدم لإلي الى الابد او لحتى انا اذهب فهذا اللي صاير بين اودن والدورز حاليا هم بيعملوا له اسلحه هم الخدم تاعونه بين قوسين ومش قادرين يعملوا مش قادرين يطلعوا من هذا الاشي فانا لما نروح هناك راح تلاقوا انه اودن مسيطر عليهم بدهم مش يحكوا مع حدا بدهم مش اشي وهيك نكون وصلنا على اول عالم في الجيم مكان كثير جميل كل الورد جميل هلا في واحدة من الكوليكتابلز اللي هو هذا عبارة عن الغراب الاخضر اسمه ايف اودن اوكي في منهم 48 واحد في الجيم بس تخلصهم في بصير عندك بوس فايت بس تقتله بتاخد ايتم هلا شغلات الكوليكتابل اللي موجوده في الجيم طبعا هي مقسمه العالم كله والحواري او المناطق الموجوده في هذا العالم فهلا حاليا احنا موجودين في هاي المنطقه اللي هي اسمها اور فانجار ويتلاندز اللي هي هاي المنطقه اللي فاتحه فلو تطلع الاشياء المكتوبه على الشمال هاي الكوليكتابلز اللي انت المفروض انك تحصلها في هاي المنطقه بس ما في تروفي انك تخلص كل شيء 100% بس مثلا في تروفي انك في تروفيز تترتب عليهم بحيث انك الليجندري تشيست دائما بكون فيها ايتمز اوكي فبس تفتحهم كلهم تاخذ الايتم بتعدلك على تروفي انك تجيب كل الايتمز اند سو اون ريمننت اوف اسغارد نفس الشيء هيل تيرز وكذلك الامر اودنز ريفن زي ما انتم شايفين فيها 0 من 1 هذا الشيء موجود بهاي المنطقه بس لو تروح على المين ماب انت فعليا عندك 13 اودن ريفن لازم تقتلهم فطول ما انت ماشي ضلك دور عليهم بس تقتله بتاخذ الفيفر او السايد كويست اللي هو ايز اوف اودن بدك تقتل ال 48 واحد فيهم اوكي هذا بس للعلم بالشيء هاي المنطقه مش هسه تفتح لنا افتح لنا بعدين هلا بدنا نمشي هون في لوت خذه ترجع هون بدنا ناخذ القارب هذول اول انيميز في المنطقه اوكي ماتوا ضل حدا ضل حد كيف هاي اول اعداء كيوت قتلناهم بدنا نبلش رحلتنا في المكان نوصل لعند
شو اسمه حكى دورلين دارلين مش زي هيك اسمه اللي هو راح يدلنا او ممكن يساعدنا انه وين موجود كثير فعن طول ما انت ماشي راح تطلع يمين وشمال راح تلاقي انه في لوت وفي خير شغلات بدك تجيبها فكلهم بدك تاخذهم وانت ماشي في المي بيطلع لك زي هون شايفين هون كيف في شغلات بتطير بالدائرة تاخذ لوت الصناديق الموجودة برضو تعطيك لوت فكسرها كمان واحد هون لا هاي هذا حجر هلا هون في عدة أماكن ممكن تنزل عليها كيف تعرف تيجي على منطقة زي هيك تنزل هون هنا في عندنا صندوق خذ الصندوق اوكي ذاتس ات هون ما في شيء ثاني اوكي هلا هون بتقسم الطريق عندك يمين وشمال هون ما في شيء اعتقد ننظرنا على طريق اليمين طبعا في كثير شغلات هون ممكن تعملها بس ما معانا الابيليتيز كامله انه نقدر نعملها هون هنا في عندنا خير تاخده رو هايد برضو اعتقد رو هايد 100% هاي اول بازل بدنا نحلها العجل هذا مسكر المكان وين في هذا الاشي العلم تقدر تنزل فيه You know what is a fair bit more important than when I last visited. Now that you mentioned. هلا هون بدنا نفتح طريق فاعمل فريز. Okay. هون في عنا أول إشي من ما يسمى بالنورنير تشيست اللي هم هذول هذا التشيست زي ما شايفين في عليه ثلاث أحرف ضاوية ثلاث الأحرف الضاوية هذول بيختلفوا ممكن يكون إشي زي هيك بدك تكسره. ممكن يكون زي جرس ممكن اشي بدك تطفي تمام هاي كسرنا الاول هاي واحد الثاني موجود هناك هاي الثاني والثالث بده يكون حوالينا في مكان ما فدائما دائما هدول موجودين حوالين الصندوق دائما مش كتير بعاد عنه فهاي الاول الثاني هناك الثالث سموير ورانا تالتة هيها هون اوكي بمجرد ما كسرتهم زي ما شايفين صندوق فتح تيجي تاخذ اللوت فهذا النور نير تشيست هدول فيهم شغلتين يا اما يدون ابل يا اما هورن اوف بلاد او ايش زي اسمه اللي يدون ابل هاي بس تلمها بتزيد لك الماكسيموم هيلث تاعك فاول مره بدك وحده ثاني مره بدك تنتين بعدين ثلاثه اب تو خمسه الخمسه مرتين فالدون ابل زي ما شايفين الهيلث بار تاعنا نزل هذول دائما موجودين جوا التشيست النورنير تشيست اوكي لو نرجع نطلع فوق في هون لوت ايبك ايتم هاي بتعطينا كمان مش فيفر بس كوليكتابلز في واحد من الكوليكتابلز اسمه ارتيفاكت وفي لور وفي كتب في كتير شغلات ممكن تلمها اذا لما اسكت خلنا اعرف احكي كنت تبني لك المهم خلصنا هذا الجزء هلا بدنا نروح نفتح العجل اوكي اطلع هون Tyr was a friend to the giants I wonder if he and mom ever met if he was a part of the rebellion here It's certainly possible the god of war often advocated for the giants Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Okay, ننزل هون. هلا أنا هدول الانيميز هدول بيعملوا بويزون فانتبهوا منهم. مش قصدي. إذا صاروا شغلت هاي بالغلط ارجع اكبسهم مرة تانية بتطفي بالغلط.
R2 و L2 و... سوري R3 و L3 بالغلط. طبعا كانوا معي شيل، انا نسيت انه معي شيل، بس هسه بقدر اعمل باري. اوكي عشان تعمل هاي الحركة اللي هي تضربه بالشيلد بدك تكبس ال1 مرتين تضربه بالشيلد. عنيف عنيف كريتوس عنيف. اوكي خذ الريج ستون. لو تيجي تنزل هون في عنا لوت، وهون ما في اشي تاني. هاد طريق الرجع فعليا، ارجع لفوق. كان بامكاني اخذ اللوت وانا راجع بس ما بزبطش، انا طماع. اطلع لفوق، هون في عنا صندوق وعنا الليفر اللي بحرك العجل هذاك يمسك للطريق. ناخذ صندوق فورد ايرون، ارجع انزل تحت. هذا لوت، هذا لوت حجر. اوكي تيجي هون. طبعا هذا المكان حاليا لو تيجي هيك اللي احنا خلصناه صار المربع ملون اودنز ريفن، فما في اودن ريفن تاني موجود هون. تمام نيجي هون، اطلع دائما كسر هدول، اطلع على السلسلة. شوف الوقت 22، مش عارف اكمل اكملش. اطلع هون. هون في عنا صندوق. هلا بدنا نعمله، بدنا نحرك هاي العجل، ننزلها لتحت وهيك بنكون فتحنا الطريق زي ما انتم شايفين. هاي الشورت كت من هون، نقدر نرجع هون. هيك بكون فتح هذا الطريق. اذا بدك تعرف وين بدك تيجي حاليا، ما فيش معانا بوصله. اوكي فيش معانا بوصله، فكمان شوي بناخذها، بيعطينا اياها سندري بس نوصل على المكان اللي بدنا نعمل فيه الكويست. اوكي هلا فحاليا عشان تعرف وين الكويست هيو، انت لازم تروح على المربع البرتقالي هذا. كمان شوي زي ما حكيت بناخذ البوصله وبصير تطلع لك فوق على الماب. تمشي من هون. اوكي هلا هون وش بدك تعمله لو تطلع قبل ما تروح على اليمين، هذا مكان فيه لوت خده. وهون في عنا سيد اوف ايجدراسيل اسمها، اعتقد اسمها سيد اوف ايجدراسيل. ايجدراسيل ديو رونيك باور. هلا هاي موجوده في الماب موزعه في اكثر من مكان، في منها 10 ان توتال. اوكي شو وظيفتها؟ هاي بتزيد لك واحد من الستات بيرمننت، يعني مثلا في منهم بيرفعوا لك السترينج، منهم بيرفعوا لك الفيتاليتي، منهم بيرفعوا لك شو اسمه لك الرونيك باور. فهاي لما تاخذها بتزيد لك ستات، بتزيد لك الستات بيرمننت بشكل دائم. فهدول شغلات لازم يلتموا. نحرق هاي الشجره، ناخذ صندوق، تعال اطلع هون، احرق هاي. امشي هون اذا بدك هيل خد. وهون في عندك كمان صندوق،
فزي ما حكيت الاشي الازرق هاد وظيفته يزيد لك الماكس ستات تاعتك. فزي ما حكيت ممكن يزيد لك الهيلث، ممكن يزيد لك السترينث، يزيد لك الديفنس، وبيزيدها الى الابد. في منهم توتال 10 فبتلمهم وانت ماشي في الجيم، موجودين في الورد دائما 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 موجودين في المي. فاي مكان انت راكب فيه قارب بتتمشى في القارب راح يكون في واحدة اكيد، واحدة اثنتين ثلاثة. المهم نيجي هون ناخذ هذا الصندوق كمان روهايد. هدول الاسطول حكينا دائما كسرهم عشان تاخذ اللوت، واعتقد هيك بنكون خلصنا هذا المكان. اه يو ديد، ما دخلك شوفه. اوكي خلصنا هذا المكان. اوكي هلا بنكمل طريقنا هون، تيجي هون بدنا نعمله هون، بدنا نفتح البوابة هاي. هون هاي المنطقة فيها كمان بازل. هذول الشغلات الصغيرة أنا بفضل أستخدمهم البليد لأنهم صغار والبليد الرينج تاعها عالي. فالصندوق اللي كان عند البلاك سميث هذا كيف بنحصل على ايتم؟ قلت لكم قتلت اشي وما لوته، او مثلا هذول الثلاثه اللي ماتوا دفش ماتوا في المي ووقعوا ممكن يكون نزلوا لك ايتم فانت ما حتقدر تاخذها فبتلاقيها في هذاك الصندوق. هلا بدنا نيجي هون تحاي سكرها ونط. فزي ما حكيت بدنا نعمله بدنا نفتح هاي البوابه. كيف بدنا نفتح البوابه؟ شايفين هاي المي بدنا نخليها تطلع لفوق تحرك العجل وتفتح لنا البوابه. فهاي هي البازل اللي موجوده هون، طلع لفوق. خذ اللوت كله. اوكي هون ما في اشي، انزل تحت. يعني كنا تحت اذا ما هيك رجعت محل ما كنت. جمد هذا، اطلع فوق اطلع فوق. اتريوس اسكت. شايفين هذيك المي الثانيه اللي طالعه هي اللي بدنا نسكرها، فاسحب هاد. بدنا نجمد هذيك اللي فوق. انا هيك صورتي بعيد صح؟ اوكي زي ما شايفين هيك تكون فتحت البوابه، حلينا البازل اللي هون. اوكي to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need هلا هون كمل طريقك طبيعي. That is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. يا زلمة ليش كثير نكد انت؟ سيب العيل يحكي. اتريوس كثير نكد عاملين في الجيم. هون في عندك ليجندري تشيست زي ما انتم شايفين. ليجندري تشيست بكون يوجوالي فيه ايتم جير، يعني تشيست او ريست او كذا. It seems Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I just I'm trying to keep our options open. هذاك الصندوق راح نرجع ناخده بامكاننا هلا نروح ناخده اعتقد. خليني القي نظره، بدي احاول اخلص الحلقه في مكان ما هنا، او انه هذا الصندوق مدخله مش من هون. لا هيو من هون من تحت. اوكي راح افوت هناك نخلص الحلقه بنكمل من هون في الحلقه اللي جاي ناخذ الصندوق ونكمل طريقنا في مدينه الدورفز.
اوكي بنصف القارب هون زي ما شايفين في نور في نورنير تشيست وفي هون راح يكون في انيمز فلحد هون نص ساعه انف راح نخلص الحلقه ان شاء الله تكون عجبتكم لايك وسبسكرايب ولو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس بنشوفكم في الحلقه اللي جاي سلام